السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد العدلي. الفيديو ده ان شاء الله تعالى هتكلم فيه على منحه جامعه 6 اكتوبر. طبعا الجميع منتظر منحه جامعه 6 اكتوبر لان المنحه دي بتضم 13 كليه، وكمان جامعه 6 اكتوبر جامعه لها اسمها في الجامعات الخاصه ومحل ثقه لدى العديد من الطلبه، يعني جامعه بقالها كتير موجوده في مصر، مش جامعه حديثه يعني ولا حاجه. طيب في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم على تفاصيل التقديم للمنحه، ويعني من حيث كل حاجه، من حيث الشروط للتقديم ومن حيث الحد الادنى للتقديم في كل كليه من ال 13 كليه الموجودين في المنحه، وكمان ايه هي الاوائل المطلوبه للتقديم، علما بان اخر يوم للتقديم هو يوم الثلاثاء 4/9/2018، والتقديم بيتم من خلال الجامعه نفسها، يعني مفيش اي تقديم اونلاين. نبدا باول حاجه فيهم بقى، وايه هي شروط التقديم للمنحه. اول حاجه كده، لازم يكون الطالب حاصل على شهاده الثانويه العامه في هذا العام اللي هو عام 2018، ويكون حاصل عليها من مدرسه حكوميه. تاني حاجه، ان الطالب ما يكونش قدم لاي منحه في اي جامعه خاصه او اي جامعه اهليه اخرى. الشرط الثالث، ان الطالب ما يكونش قدم على اي كليه من كليات جامعه 6 اكتوبر او قدم على اي كليه في الجامعات الخاصه عموما. الشرط رقم 4، عدم القدره الماليه والماديه للطالب على سداد مصروفات الجامعه او على سداد مصروفات الكليه اللي عاوز يقدم فيها، يعني فعلا الطالب ده ما عندوش قدره ماليه على تحمل المصاريف بتاعه الكليه اللي عاوز يقدم عليها. الشرط الاخير، اجتياز اختبارات القدرات المطلوبه منك في الجامعه. ممكن اختبارات القدرات دي تكون اختبارات متعلقه باللغه الانجليزيه، ممكن تكون اختبارات متعلقه باللغه الانجليزيه بالاضافه لاختبارات في مجال الكليه بتاعتك زي كليه الفنون التطبيقيه كده. دول الخمس شروط عشان تقدم في المنحة. طيب في حال ان عدد كتير جدا من الطلبة تساووا في الشروط ديت وكلهم حققين الشروط ديت، يعني كلهم جايبين الحد الادنى للتقديم في المنحة وكلهم يعني ما فيش قدرة مالية على تحمل مصاريف الكلية ديت وكلهم اجتازوا اختبارات القدرات وما قدموش في اي منح تانية وكمان ما قدموش قبل كده في جامعة 6 اكتوبر، في حالة بقى تساوي جميع الطلبة في الشروط ديت بيتم النظر للمجموع الاعلى، بياخدوا المجموع الاعلى للطلاب المقدمة. دي كده بالنسبة لشروط التقديم. ننتقل لتاني حاجة معانا، وهي الحد الأدنى للتقديم في كل كلية من كليات المنحة دي. نبدأ بكلية الطب والجراحة، الحد الأدنى للتقديم 398 درجة من 410. كلية طب الأسنان 395. كلية الصيدلة 392. كلية العلاج الطبيعي 392. كلية العلوم الطبية شعبة أجهزة طبية 369. كلية التمريض 369. كلية الهندسة 375. كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 361. كلية الفنون التطبيقية 361. كلية اللغات والترجمة 350. كلية الإعلام وفنون الاتصال 350. كلية الاقتصاد والإدارة 310. وأخيرا كلية التربية 310. دول ال 13 كلية الموجودين في منحة جامعة 6 أكتوبر السنة دي، وده الحد الأدنى للتقديم في كل كلية منهم. بقى لنا حاجة واحدة بس في الفيديو ده، وهي إيه هي الأوائل اللي هاخدها معايا عشان أقدم في المنحة دي. فاصل قصير ونشوف إيه هي الأوائل اللي هتاخدها معاك عشان تقدم في المنحة دي. اخر حاجه معانا في الفيديو ده، وهي الاوائل المطلوبه للتقديم في المنحه دي. اول حاجه، صوره من شهاده الثانويه العامه لهذا العام اللي هو عام 2018. عاوزين صوره من شهاده الميلاد الخاصه بالطالب. عاوزين صوره من بطاقه الاب وصوره من بطاقه الام. عاوزين اصل مفردات المرتب للاب وللام ان وجدت، زائد بيانات التامينات. عاوزين يعني صوره من شهادات الميلاد للاشقاء واثباتات قيد بالمدارس والجامعات المنتسبين او المقيدين ليها. عاوزين بحث اجتماعي عن اسرتك لبيان الحاله الماديه والاجتماعيه ليها، والبحث الاجتماعي ده يكون موجه لجامعه 6 اكتوبر. واخيرا شهاده الحيازه الزراعيه، وديت للناس اللي بتمتلك اراضي زراعيه. ديت كده الاوائل المطلوبه للتقديم بالنسبة لجامعة 6 اكتوبر. جامعة 6 اكتوبر المنحة بتاعتها من افضل المنح الموجودة في مصر، لان القبول فيها بيتم على اساس المجموع الاعلى زي ما هم قالوا، ويعني دي فرصة كويسة جدا ان الطلبة كلها تقدم فيها وان شاء الله تقبلوا، وانتظروا منح اخرى هتكون موجودة في الايام القليلة القادمة. اتمنى التوفيق للجميع باذن الله. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.